السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. النهارده الفيديو بتاعنا، بس قبل ما نقوله، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، فعل زر الجرس، عايزين لايكات كتير، عايزين فيديوهاتنا تكبر وقناتنا تكبر بإذن الله رب العالمين على ايديكم ان شاء الله. النهارده الفيديو بتاعي النهارده دردشة. احنا النهاردة مش هنقول اي حاجة الا ان احنا هنرد على بعض الاسئلة اللي هي اتقالت لي. الاسئلة دي فعلا مفيدة جدا جدا ومن ناس محترمة قوي، وكل اللي متابعيني على قناتي محترمين، وانا بحبكم كلكم لله ويعلم ربنا، وبتشرف بيكم لما بشوف تعليقاتكم بتبسط جدا جدا، وربنا يا رب يفرحكم ويسعدكم ان شاء الله. الفيديو بتاعنا النهاردة في أسئلة بتيجي، وفعلا الأسئلة دي يعني اللي بيقولها عنده حق. احنا كل يوم بنقول عندنا مضاد حيوي كذا كذا كذا، عندنا كركم، عندنا شيح، عندنا زيت زيتون، عندنا كل الحاجات اللي احنا عمالين نقول عليها. تمام، فعلا. طيب كل ده احنا هنديله تشورنا؟ لا، هقول لك على حاجه، لما بعيد الشر بعيد الشر بعيد عن السامعين يا رب. لما حد بيكون تعبان وبيروح لدكتور، الدكتور قدامه 100 صنف مثلا من المضاد الحيوي، هل هو بيديك ال 100 صنف ولا هو بيختار صنف معين يديهولك؟ نفرض ان الصنف النوع ده ما جابش معاك نتيجه، فبيجي يغيره لك، ان هو بيديك كورس علاج وبعد كده يغير لك. لو هو ما جابش نتيجة بيغير لك لحاجة تانية. هو نفس القصة، كل حاجة احنا بنقولها مش هي الحاجة اللي ممكن تناسب التير اللي عندك. ممكن التير اللي عندك المضاد الميكروب بتاعه قوي جدا، فعايز حاجة بديلة للي انت حطيتها، عايز نوع تاني. او مثلا احنا هندي كورس علاج، فمثلا لما باجي اجدد العلاج ما بديهوش هو. ليه؟ عشان الجسم يتفاعل مع الحاجة التانية، لان ساعات الجسم لما بيتعود على نوع مضاد حيوي معين او علاج معين ما بيجيبش نتيجة. زي البني ادم بالظبط، احنا دلوقتي ما بنيجي ناخد حاجة يقولك لا بدل بقى الحاجة التانية عشان الجسم يستجيب. هو نفس الموضوع. يعني انا اقول كل يوم على مضاد حيوي، انا المقصد ايه؟ ان احنا بنقول ان احنا عندنا حاجات من بيوتنا مش هتكلفنا حاجة، بس مش كل حاجة هنحطها مرة واحدة. لا، احنا بنحط حاجة جابت نتيجة يبقى خلاص تمام. ممكن ما جابتش نتيجة مع التير ده، جابت نتيجة مع تير تاني، لان هو استجاب، لا جسمه استجاب، نجرب حاجة تانية مع حاجة كده وهكذا. لان مش كل حاجه بتناسب الـ يعني زي مثلا في مضاد حيوي معين انا بحب اخده، ممكن المضاد الحيوي بتاعي دوت ما يناسبش حد تاني، فيضطر الحد التاني ان هو ياخد نوع تاني مختلف. هو ده المقصد، ان احنا بنقول لكم كل القنوات على فكره، هو ده مقصدهم، ان انت دلوقتي بنقول لك في مضاد حيوي قوي جدا موجود عندك في مطبخك، ادي لي التير بتاعك. هو ده المقصد، ان احنا مثلا بدل ما نروح نتكلف، لا انت بتفتح الدرج عندك، تفتح بقيتك بتشوف، لا انا عندي فعلا الحاجه اللي هم قالوا عليها دي. ما ممكن الحاجات دي كلها اللي احنا بنقول عليها ما فيش الا حاجه واحده عندك فتستخدمها، او ما فيش فتضطر تنزل تشتري. هل هتنزل تشتري كل حاجه ولا هتشتري حاجه واحده؟ هو ده يا جماعه مقصد قنواتنا كلها. انا يعني بتكلم بالنيابه عن القنوات بس يعني بعد اذنهم، بس هو ده فعلا المقصود. ان مش كل يوم، انا كل يوم مثلا بشوف قنوات كتير بلاقيهم بيعرضوا مضادات حيويه كتير من البيت، وكلها فعلا مفيده وكلها صحيه، بس هل انا احطها كلها؟ لا، انا بختار حاجه معينه. اخترت مثلا الكركم، اخترت الثوم، اخترت البصل، اخترت زيت الزيتون، بختار الحاجه اللي عندي في البيت عشان ما اكلفش نفسي. هو ده مقصد الكلام بتاعنا. بس فيقولوا مثلا ايه ده انتوا كل يوم مضاد حيوي؟ طب الحل ايه؟ لا، الحل انك انت حبيبي تدخل
المطبخ. انا عندي دلوقتي الطير بتاعي عنده التهابات في الحلق بتاعه، حاسس انه هبدان، حاسس انه مريح معايا، في مثلا تساقط في الريش بتاعه. بدخل ده فلان قال ان مثلا زيت الزيتون بيعالج كذا، بيعالج لي مثلا زيت الزيتون وزيت الخروع بيعالجوا لي تساقط الشعر. ابص عندي نفرض لقيت زيت الزيتون ما لقيتش زيت خروع، بنزل اشتريه. مثلا انا عندي التهابات جامده قوي للطير، بيقولوا ان الثوم مفيد، طبعا الثوم موجود في كل البيوت. بدخل اقوم مقشره لي راس ثوم وفرماها مع بصلايه في الخلاط وليمونه واحطها للطير بتاعي، ادي حاجه من الشقه عندي، حاجه من بيتي. بس نفرض انا مثلا مش عندي كركم، اجيب البديل بتاعه، ما عنديش حلبه، فتامين عالي جدا جدا الحلبه للطيور بتاعتنا، مغذيه زي ما احنا بنحب نغذي عيالنا، او مثلا واحده تكون لسه والده ونقوم لا لازم تديها حاجه قويه قوي، فبنحط لها الفيتامين بتاعها اللي هو الحلبه. وكمان مش بنحليه بالسكر، احنا بنحليه بالعسل. بص بقى انا بقول لك بقى ان العسل الاسود من الفيتامينات العاليه جدا، لما انت تحلي بيها الحلبه وتحطها للطير بتاعك اول ما تجيبه. شوف بقى كميه الفيتامينات العاليه اللي انت اديته طاقه، اديته بص يعني تغذيه عاليه جدا. الحلبه من الحاجات المفيده، احنا بنحب ندخن عيل عندنا بنشربه حلبه، لا اما حلبه حصل لا اما حلبه مطحونه. مش ده اللي بيحصل؟ اما واحد عندنا عنده انيميا، يا عم اديله سكريات، يا عم اديله حب السكريات كده. ايه بقى السكريات؟ لا اما هديله عسل ابيض، لا اما هديله زيت زيتون، لا اما عسل اسود، لا اما هديله حلبه، لا اما هديله نشا. النشا حلوه جدا جدا ومغذيه، وهنعمل عليها برضو فيديو تاني. لو انتوا تابعتوا فيديوهاتنا هتلاقوا فيها حاجات مفيده، بس مش كل حاجه انا اقول لك حطها دلوقتي، لا انت بتجرب. شوف النوع ده نفع مع الثوري من المضادات الحيويه، والمقصد مش انه بس نفع، لا المقصد ان انت ما تروحش تشتري وتكلف نفسك. انت افتح ادخل المطبخ، ده قالوا على كذا، موجود موجود، مش موجود ومش عندي بديله في الشقة، بنزل اشتري من عند العطار البديل بتاعه او اشوف هو بيتجاب منين واجيبه. هو ده بس المقصد يا جماعة من الفيديوهات، ان احنا نحاول نوفر في التربية، نحاول ان احنا ما نبقاش ضغطين قوي على ميزانيتنا، لان جميع الادوية للأسف بقت غالية جدا. فانا دلوقتي بحب اوفر، اعمل ايه؟ حتى كمان احنا مع عيالنا في البيت ما بن لما تكون حد تعبان بنحاول ندور على حاجه ما تكلفناش، صح ولا لا؟ يعني مثلا بنلاقي العيل عنده التهابات في زور، حاسس ان اللوز بتاعته عامله، حاسس انه عنده التهابات في معدته حاجه، بقوم جايب له 4 فصوص توم واديهم له على غيري، وكل 6 ساعات بدي له 4 فصوص توم. انا كده اديته مضاد حيوي، لان ال4 فصوص توم بيساوي قرص مضاد حيوي، مش صح ولا لا؟ القرنفل اللي احنا عملنا عليه حلقه قبل كده، القرنفل ده من الحاجه المفيده جدا ومسكنه جدا للالام. انا ممكن الاقي الطير بتاعي مريح فمش عارف ايه اللي تعبه، يعني قلبك بياكلك ان هو طير ما بيتكلمش وانا عايز اريحه وحاسس ان هو مهمد وتعبان، اعمل ايه؟ القرنفل حلو جدا، التوم حلو جدا، البصل حلو قوي، مسكن القلب. يعني احنا مثلا لما بيكون عندنا وجع في اسناننا، ربنا يفكه شر المستخبي يا رب، بنقوم جايبين القرنفل، لا اما غاليينه لا اما حاطينه على اسناننا ومقرقضينه. مش ده اللي بيحصل؟ فص الثوم ده لما بيكون واحد عنده ألم في السنين مش بيقرقده كده وحطه على سنانه كده حبة وبيحس ان هو ريحه؟ هو ده المقصد من فيديوهاتنا، ان احنا بنشوف الحاجة اللي مش مكلفة عشان بس الظروف ما بقتش قد كده مش سامحة. اتمنى بقى ان الفيديو بتاعي كنت يعني ما كانش تقيل عليكم، ان احنا فعلا ردنا على سؤال مهم قوي، ان مش كل حاجة احنا بنستخدمها، احنا بنختار الحاجة الموجودة في بيوتنا
ونحطها بحيث ما نتكلفش، وربنا يا رب يوسع رزقكم ويديكوا ألف صحة وعافية، وما يجيبلكوش أي حاجة وحشة، ويبعد عنكم الشر والأمراض يا رب العالمين. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، فعل زر الجرس، عايزين لايكات كتير، عايزين الفيديو بتاعنا يشير لعدد كبير من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.